صمتها يعلو على كل صوت، وهدوءها يأسر القلب. بنيانها مرصوص، جدرانها مستقيمة، وأحجارها مرتبة بدقة متناهية. أزقتها الضيقة وأفنيتها الصغيرة تزيد جمالها. قرية لقصور ببرج بوعريريج موقع أثري، وإن تآكل بفعل عوامل الطبيعة إلا أنه ما يزال يحفظ الكثير من التاريخ. تحوز القرية قلنا على حوالي 94 مسكن متقاربة جدا في بعضها، ذات نظام رائع جدا. الطابع الهندسي والمعماري للقرية أخذ من الحماديين بحكم قرب القرية من المسيلة أين كانت تواجد قلعة بني حماد. لها أربعة أبواب، ونمطها المعماري الإسلامي فريد من نوعه، كما تحتوي القرية على عدة مساجد ما تزال حتى اليوم عامرة بذكر الله وتقام فيها الصلاة. من كل النواحي لها مدخل، عندنا مدخل من الجهة القبلية وبالذات يسمى جامع القبلي وهو مدخل القرية، عندنا مدخل باب برناصور على الجهة الغربية من هنا، وعندنا باب سقيط الضاوية على الجهة الشرقية من هنا، كما عندنا باب جديد التحت والذي يقع في المنطقة التي تسمى الصور. هناك حوالي 5 مساجد يعد عمرها إلى 5 قرون. آخر مسجد هو مسجد الشيخ مبارك بن الزهير. نحن متواجدون بهذا مسجد جامع سي الزهير الذي يعد من بين أقدم المساجد على مستوى ولاية برج بوعريريج. يعود تأسيس تاعو إلى سنة 1695 على يد الولي الصالح سيدي مبارك بن الزهير. قرية لقصور بحاجة إلى ترميم يبقي أركانها قائمة، ومن ثم تصنيفها كتراث محلي حتى تصبح معلما سياحيا، خاصة وأنها تحوز على بعض الآثار والأدوات التي كان يستعملها سكانها الذين عمروها. هناك كثير من البنايات في تنهار حاليا. نعمل جاهدين مع السلطات المحلية ووزارتي السياحة والثقافة من أجل ترميمها وتصنيفها كتراث محلي. التعليمات الأخيرة للسيد والي الولاية راه يحث على أنه هذا القرى نعود نثمنها ونهيئها ونرمها باش تستقطب إن شاء الله في إطار السياحة الداخلية وفي إطار السياسة العامة للجزائر اللي هي استقطاب السياحة الداخلية. يراود المهتمين بإرث القرية التي كانت مسرحا لعديد الأعمال السينمائية بعض الأفكار لإعادة إحيائها ووضعها تحت الأضواء. رانا نسعى برفقة بعض الجمعيات اللي ناشطة هنا على مستوى القرية باش نديروا صيغة الإيواء لدى الساكنة. هنا القرية بعيدة على ولاية مقر الولاية اللي هي تبعد عليه بحوالي 30 كيلومتر، لذا المشكلة تاع الإقامة للناس الزوار اللي يجيوا هنا باش يشوفوا القرية لازمهم يكونوا تتوفر على إقامة. هنا رانا سهلنا لهم صيغة الإقامة لدى الساكنة. القصور قرية يمكن أن يكسر صمتها زوارها ويملأ سكونها ضجيج السياح فيها، مثلها مثل العديد من المواقع الأثرية التي يزخر بها بلد كله تراث وتاريخ.